الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا لهم عذاب مهين وإذا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا
صدق الله العظيم.